بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بضيفنا اليوم الضيف الاستثنائي اللي فرحنا بقدومه ونستغل الفرصة عشان نسأل بعض الأسئلة الشخصية والأسئلة اللي إن شاء الله أن أبو ناصر يجاوب عليها بدون تردد. أبو مفلح تخطى تخطى يا أبو. لا نمشي الأمور والدعوة. أنا مرحبا يا طاهر. عزيز لك والله. سم طيب. عيش الدور يا أبو ناصر. كذا. حنا يا أبو علي. خليك تستفيد شخصية فردوسي. إيه. من؟